السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباشرة من محلكم ميزة فتيحة عين سبع لايف مباشر وعاجل الاير فراير محبوبة الجماهير لا ماك تاتش 8 ايترو عندنا بجوج اللوينات كينا في الكحل وكينا في هاد اللوين بحال الخزي هاد الاير فراير صراحة مليحة الاخوان 1350 واط غير انها لا ماك راه غنية على التعريف هذه لا هي بيع راسها وفرناها لكم دابا فيها واحد لا بروموسيون زوينة كانت عندنا كنا كنبيعوها ب 800 درهم مؤخرا وكدير في الاسواق حتى 1000 درهم غنديروا لها ابتداء من غدا ان شاء الله فقط 690 درهم 690 درهم اير فراير 8 ايترو ملي كنقول 8 ايترو لحقاش اير فراير كاينه فيها 6 ايترو كاينه فيها 5 كاينه 4 كاينه 10 وكاينه حتى اكثر دونك 8 ايترو ثمن خيالي شفتي تبارك الله يدي قداش راه كبير اللهم بارك وكتجي في حتى هاد هاد الشويكه هاد هادي باش تسقطروا الزيت والمسائل اللي دام هادي بزوينا عمليه بزاف وكنصح بها بزاف اللي عنده الويدة ديالو ولا الام ديالو كبيره وما تعرف داكشي ديال الطاكسيل هادي الطاكسي راه كاينه عندنا الاشاره راه باقى عندنا ديال الموديل الاخر ديال الطاكسيل غير هو هادي عمليه الاستعمال ديالها بحال ديال الفران عندكم هادي ديال الوقت وعندكم هادي ديال طومبيراتور كتقادو طومبيراسيون فاش ما بغيتو وكتقادو الوقت فاش ما بغيتو فواحد البولات هنا خضراء وحمراء باش كتشعل كاينه في اللوينات وعندكم لي بروغرام ديال ديالها هنايا الا بغيتو طيبو الكيكه ولا الحوت ولا اي حاجه شحال كيخص ديال الوقت وشحال كيخص ديال طومبيراسيون مرحبا بكم همزة الأسبوع هي هاد اير فراير درنا ليها 690 درهم مرحبا بكم والعدد محدود جدا إذا أنتم مباشرة من محلكم همزه فاتحة عين سبع واحد اللايف إن شاء الله غيكون خفيف ظريف اليوم الحد الناس غدا إن شاء الله خدامين خدا ما نطولش لكم بزاف كاين بزاف ديال الجديد شوفوا معايا التويشيات سيبوغ هادي كتخدم السويرتات في الدخل ديال الباب ممكن تعلقوها ممكن تحطوها ديكور زوينة بزاف الثمن ديالها فقط 80 درهم شوفوا عندنا واحد المبخرات اللي خياليين شوف تبارك الله كي مدير جو... هاد المبخرات زوينين بزاف كيجوا هادو كاملين اون تقدروا هنا ديروا هنا الجميره بحال ما هكا هي ديروا الجميره هنايا وتشعلوها وديروا عليها البخور ديالكم الثمن ديال دل هاد المبخره فقط 25 درهم 25 درهم عندنا هاد الموديل رقم واحد الموديل رقم جوج وكاين عندنا حتى الموديل رقم ثلاثه مرحبا بكم ومن بين الجديده الاخوان توفر عندنا حتى الديكور ان شاء الله ولكن قبل غنرجع وغنفكركم فلاسبيغاتور الوحش محبوبة الجماهير ودائما غنذكر علاش كنسميوه اسبيغاتور الوحش لان هاد لاسبيغاتور فيها 1400 ديال لي واط وكتجي عصا ديال اون عمليه بزاف صراحه والثمن ديالها وباش نكون معكم صريح من اكثر الحوايج اللي جاوني انا غابور كاليتي بري اللي هما لوجيك بزاف هي هاد لاسبيغاتور لا ماكتاش ما غنية على التعريف ألف أو ربعميه ديال لي واط هاد العصا أون ألمنيوم فيها الريوسا ديالها الموتور سباك الله كي كي أسبيري كلشي مرحبا بكم راه مزال ديسبونيبل في المحل جيو فوزو بها مرحبا بكم عندنا هاد الفيو الصغير على شكل شومبينيون راه مازال ديسبونيبل الثمن ديالو فقط 15 درهم كاين عندنا الجديد في المبيخرات عندنا هذه الثمن ديالها فقط 20 درهم كاين هذا الموديل الثمن ديالو فقط 25 درهم كاين هذا الموديل حتى هو دخل كبير الثمن ديالو فقط 25 درهم توفرت عندنا حتى هذه البواطه ديال البخور الثمن ديالها فقط 20 درهم وعندنا بزاف الموديل ديال الموديلات ديال المبيخرات حتى هما مازال ديسپونيبل مرحبا بكم جيو فوزو بهم غنركز دابا ان شاء الله على الجديد وجوله خفيفه على المحال كيف ما عودناكم ان شاء الله وما نطولش عليكم في الله اللايف هذا تشوفرات هذه التوشيه هذه شوف تبارك الله كي مديرها على شكل بيضه هذه دي. ممكن ديروا فيها بيضه مسلوقه ممكن ديروا فيها بحال الفلون او التيراميسو ولا شي لعيبه بحال هكا الثمن ديال هذه فقط 15 درهم عوض أيوة 25 درهم شحال كدير في الاسواق مرحبا بكم ومن بين الجديد اللي توفر الاخوان هاد الطبيسيل هذا اللي على شكل شجيره الثمن ديالو فقط 15 درهم بيس وعندنا حتى هاد الزلافه اللي كتجي مع اسورتي حتى هي، الثمن ديالها فقط 15 درهم، ومازال عندنا شي عدد قليل في هاد الشيء هذا اللي الموديرات القدام، 15 درهم هادي، كاينه حتى هاد البول هي 15 درهم، وكاينين هادو كاريين الثمن ديالهم فقط 12 درهم، 200 40 ريال مرحبا بكم لي بلاطو ديال البلاستيك راه كاين فيهم الجديد على الشكيلات والوينات. عندنا بزاف ديال لي بروموسيون كاينين هنايا بحال ما هذه الثمن ديالها فقط 30 درهم كتجي ديال الزاج وغطا ديالها اون بلاستيك عندنا هذه كامله زاج الغطا ديالها حتى هو زاج الثمن ديالها فقط 60 درهم شو تبارك الله هذه خياليه 1200 ريال صراحه خياليه كاين حتى هذا الموديل 40 درهم كامله ديال الزجاج الاخوان وفقط 40 درهم هادشي سباك الله ربطات على الاخوان الكبيره ديالها 50 درهم هذه الكبيره ديالها 70 درهم هذا البلاطو كبير الثمن ديالو فقط 90 درهم كاين هذه هي ديال الزاج كبيره سباك الله شو قداش الثمن ديالها غير 50 درهم هادشي كامل الحمد لله دابا راه مصولدي وفيه ثمن خيالي مرحبا بكم جي بروفيتيو فيه وعافاكم ما تنساوش الاير فراير لا ماكطاش 8 لتر درنا ليها فقط 690 درهم 690 درهم دخل الجديد الاخوان في الزيادة، دخلت هاد الزيادة جوج في واحد هاد الزيادة رشاشه و او ممكن تحلوها من هنايا وتخويو الزيت عمليه بزاف والثمن ديالها فقط 28 درهم الزيت الرشاشه محبوبه الجماهير حتى هي راه مازال ديسبونيبل هادي الثمن ديالها فقط 20 درهم كاين عندنا في البيض وكاين عندنا حتى في الكحل وعندنا بزاف الموديلات مازال كاينين ديال الزياتات مرحبا بكم جيو بروفيتيو فيهم ومن بين الجديد اللي توفر الاخوان توفر عندنا هذا الباك هذا كيجي هذا الكاس بحال ديال العصير اولا ديال الماء اولا ديال المهم متعدد الاستعمالات وكيجيو معاه اربعه ديال الكويسات بحال ما هادو الزاج ديالهم تبارك الله راه خيالي جدا واحد لاكاليتي ما يمكنش كتجي فيهم واحد السين تذهبيه من هنايا هاد الكاس او ميم طون تقدروا ديروه غطا دير هاد لاكاغاف الثمن ديال هاد الباك هذا كامل 110 دراهم مي لا كاليتي ما تناقشوش عليها مرحبا بكم عندنا هاد الكيسان حتى هما دخلوا جداد شوف تبارك الله كيم دايرين فيهم واحد الديزاين خطير جدا الثمن ديالهم 120 درهم كي حتى هاد الموديل ها هو الثمن ديالهم 120 درهم وعندنا هاد الموديلات القدام الثمن ديالهم 100 درهم راهو مازال ديسبونيبل بالنسبه للطاس والسوطاس هذا ديال كافيولي طاس والسوطاس ديال كافيولي أه توفر عندنا الجديد هو هذه الزواقه هذه الخراج الجديد الحمد لله الثمن ديال 175 درهم هادو 175 درهم 175 درهم حتى هادو 175 درهم هادو ديال قهوه وحليب كاين عندنا هذه قا... لي طاس كيجيو على اربعه سي بوغ ديالهم الثمن ديالهم فقط 49 درهم وكاين عندنا هادو ديال دوزي ديال النوار صغار كيجاو باللي سوطاس ديالهم 6 6 الثمن ديالهم فقط 9 40 درهم اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزات فاتحه عين سباع. الكاس الحمد لله مازال ديسبونيبل على الشكيلات وعلى اللوينات أه الجديد يدخل عندنا عاوتاني هذا الاسبوع هذا هو هاد الباك تبارك الله شوف يا سلام يا سلام ركزوا معايا مزيان على الثمن شو تبارك الله هذا الشيء الاخوان هو نورمالمون أه مخدوم على الموديل ديال فاس ها هو انا مكتوب في فيه فاس دوبوي 1912 مي هو هذا راه كيجي دابا من الشينوا ولكن مخدوم بواحد لاكاليتي تبارك الله خيالية جدا شو تبارك الله هذا فيه ربعة وستين بياسة فيه اتناش زلافة بحال ما هادي هاد الزلافة بوحدها كتوصل ربعين درهم خمسة وتلاتين درهم في الأسواق فيه اتناش تبصيل بحال ما هادا اثناش تبصيل اتناش اثناش يعني كندوي الإخوان على ربعة وستين بياسة وكينا معاه تا هاد السوبيغ لاكاليتي حدت ولا حرج كنبيعو لكم بألف وسبعمية وتلاتين درهم ودائما كنكرر بحال السلعه اللي كتكون ساويه شويه عافاكم صوروها حتى تسولوا صوروة على شحال اللي السوق عاجي وخذوها من عندنا هادشي علاش غير باش كتاكدوا انكم واخدينها بثمن زوين والحمد لله ما كنقولوا هادشي والا اننا نتيقين في راسنا نجيب لكم سلعه زوينه وبثمن اللي هو هوتا اذا مرحبا بكم آه ان شاء الله العيد عيد الاضحى على الابواب من بين الحوايج اللي كتستعملوا بزاف عيد الاضحى هما هاد لي بواط اون بلاستيك وهاد لي بانيو والمسائل حنا وفرنا لكم دابا بزاف ديال لي موديل ومازال ان شاء الله جاي الجديد بحال هاد لي بانيو هادو اللي غير واحد الاشاره هاد الشيء كامل اللي كتشوفوا عندنا اون بلاستيك راه السلعه كامل ديال تركيا هو كامل غتلقاو يا اما ديال بلاستار يا اما ديال فولي لايف هادو كاملين بلاستيك ديال تركيا المميزات ديال هاد البلاستيك هادي اللي كنوفروا لكم اول حاجه كامل كيدار في الفريكو كامل اليمونتيغ وكامل ممكن ديروه حتى في الميكرووند صراحه تبارك الله الثمن حديت ولا حرج بحال هاد لابواط هادي ها هي اللي ممكن تلقاو شي بلاستيك عادي دي اللي عادي ديال البلاد تلقاو هاد لابواط واصل 10 دراهم اولا 12 درهم اولا اقل ثمن غتلقاوه ب 800 درهم حنا كنوفرو لكم واحد لابواط اللي ممكن ديروها في الميكرووند في الفريغو في الثلاجه بلاستيك اليمونتيغ الغطاء ديالها في في السيليكون شحال ديال المميزات تبارك الله والثمن رائع جدا في اربعه ديال الطبقات عمليه بزاف صراحه الناس كيبغيو يديو الماكله اولا شي لعيبه بحال مونكا الثمن ديال 10 دراهم كاين هذه اللي غارقه شويه الثمن ديالها 13 درهم كاين اللي مقسومه على ثلاثه كاين هذه الموديل على ثلاثه الثمن ديالو 19 درهم كاينين هذو شوش تبارك الله على اربعه اربعه ديال لي بواط حتى هما اليمونتيغ ميد ان تركيا كيف ما كتشوفوا معنا بربعه ربعه ديال لي بواط ب 13 درهم الهوته الاخوان الهوته كاين عندنا لي بواط الكبار بحال ما هاد هاد القياس هذا كيدير 28 درهم كاين الكبيره كدير 35 درهم كاين لي بواط كبار حتى هما ديسپونيبل توفروا عندنا هاد هاد البانيوات صراحه كيعجبوني بزاف صراحه ومن بين السلعه اللي ما كتبومبيش في البلاستيك هما هاد البانيوات أه صراحه الناس بزاف طلعوا لهم هادوك البانيوات العاديين السواقيين هادو كيجيو اول حاجه انيقين وصحاح واليمونتير بزاف المميزات والثمن اللي هو ثمن رمزي هاد القياس هذا اللي هاز في دي كيدير 13 درهم كاين ثلاثه اللوينات كاين الموين ها هو كيدير 16 درهم دائما بلاستار وكاين الكبير ها هو كيدير 19 درهم كل شيء ممكن ديرو في لافيسيل ميكرووند الفريغو اي حاجه وعندي واحد البانيو صراحه هذا هذا حطيناه غير غير يوم في الصباح تبارك الله عرفتي شحال تهز منه راه مايمكن شو دابا هادو شحال باقي فيهم شو شحال باقي فيه هذا كيدير 13 درهم غير هو اللي زوين هذا هذا ما كيتهرس ما والو صراحة بحال في واحد لا ماتير بحال السيليكون وكيصبر بزاف الثمن ديالو فقط 13 درهم وشو هو دائما لا مارك بلاستار ديال تركيا وكاين بزاف الاخوه ما يتشاف ان شاء الله ملي غتدخل السلعه كامله غندير واحد اللايف سبيسيال على السلعه ديال البلاستيك وعلى لي غونجمون اللي كاينين ديال الثلاجه بجميع الاشكال وجميع القياسات اللي كاينين فيها اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزات فتيحة عين سبع كنوفر لكم هذا الكاس الثمن ديالو فقط 60 درهم عندنا حتى هذا الموديل الثمن ديالو فقط 60 درهم كاين عندنا الكاس ديال 70 درهم بزاف التشكيلات واللوينات عندنا هذا الكاس المضلع الثمن ديالو 70 درهم كاين حتى هذا الكاس الكبير كاين نجمه وهلال كاين هذا ديال الزليج البلدي كاين هذا المعرق الثمن ديالو فقط 70 درهم وكاين حتى الملون ديالو ومن بين السلع اللي دايره طوندونس حاليا عندنا في المحل عند ميزات فاتحه وهو هاد السيبور اللي فيها هاد المعلقات هادو كاملين هاد لي سيبور صراحه كاملين بدون استثناء كاملين زوينين وكاملين تباعوا لنا الحمد لله غير هو الاضواق فهمتي ما كت كتختلف كل واحد واش كيعشق احنا الحمد لله هاد المره وفرنا لكم بزاف ديال لي موديل للاشاره هاد المره الحمد لله كاين لو شوا والثمن دائما ثمن زوين بحال هذا هاد الموديل هذا هو سته ديال المعلقات في السيبوره ديالهم 50 درهم كاين هادو ها هما 60 درهم هذه كاينه في الذهبيه كامله وكاينه حتى اللي فيها البيض والذهبي حتى هي الثمن ديالها 60 درهم كاين هذا الموديل حتى هو دائما سته المعلقات وهذه المره راه معلقات, معلقات كبار ماشي صغيورين لان هذا راه كاين موديل اللي فيه معلقات صغيورين كيكونوا غير ديال القهوه هذا ممكن تخدموا من القهوه سلو مهم بزاف د الاستعمالات الثمن ديال دي حتى هي 60 درهم كي حتى هذا الموديل, <تسوح> الموديل, الموديل, الموديل حتى هو الثمن ديالو 60 درهم كي حتى هذا الموديل ها هو حتى هو الثمن ديالو 60 درهم كي حتى هذا الموديل حتى هو انيق جدا صراحه الثمن ديالو حتى هو 60 درهم 12 ميد ريال كاين هذا الموديل حتى هو الثمن ديالو 60 درهم وكاين حتى الذهبي ديالو ها هو الثمن ديالو فقط 60 درهم الزياته المعفره مازال ديسبونبل غير هو دائما الحاجه اللي كنكررها هو انك نوفر لكم الزياته المعفره هذه المضلعه من الداخل ماشي السامبل عركة تبع غاليه حنا موفروا لكم فقط 65 درهم والكبيره ديالها فقط 75 درهم وعندنا هذا الموديل الثمن ديالو 60 درهم مرحبا بكم اذا انتم مباشره من محلكم هميزات فتيحه عين سبع بالنسبه للبلاطو هوم الموين ديالو ما بقاش باقي عندنا الصغير الثمن ديالو 35 درهم وباقي عندنا الكبير كاع الثمن ديالو فقط 60 درهم تفضرات عندنا واحد المبيخره بعد ما كنا كنوفروا لكم هذه لاحظوا معايا الفرق ما بين هذا الموديل وهذا الموديل هاد الموديل فيه هاد هاد الشبكه داخله جبنا لكم واحد الموديل جديد الشبكه ديالو خارجه وكتجي عريضه وكتجي زوينه هادي نورمالمون كنبيعو بمئة 120 درهم ولا هاد الموديل اللي فيه الشبكه خارجه كاينبيعو لكم ب 130 درهم ثمن رمزي جدا انت اكبر من كاينه في السوق الاخوان للاشاره كاين عندنا هذا القياس نورمالمون الناس اللي كياخذوا كي ب 130 درهم حنا كنبيعوا غير ب 99 درهم هذا وكاين ناس صغيوره كاع راه ما بقاتش لينا ان شاء الله راه قريب ان شاء الله غنحضروا كاع القياسات فيهم وكاع الشكيلات عندنا لا بونبونيير الثمن ديالها فقط 50 درهم كبيره تبارك الله وعندنا هذا الموديل الثمن ديالو 60 درهم تا هو رائع جدا مرحبا بكم وان شاء الله قريب غيدخل الجديد في هذا الشيء هذا عندنا لكم التوشيه هذه كدار فوق البوطه ممكن بزاف الناس كيسولوا على الاستعمالات ديال هذه هادي كتخدم الكيتشوب مايونيز اولا ممكن تديروا فيها كتحطوا ثلاثه بحال هكا ديروا فيهم الكونفيتور العسل بزاف د الحوايج اولا كاين واحد الاستعمال زوين صراحه الناس اللي كيبغوا يذوبوا الزبده البغرير ولا شي حاجه كديروا فيها شويه الزبده وهادي كدار فوق العافيه كدوب فيها الزبيده ديالكم الثمن ديال هادي فقط 15 درهم كاين هاد لي بو على ثلاثه ديالهم ديالو 95 درهم انيقين جدا جدا 95 درهم عندنا لكم هذا الباك اللي قرب يتسالى صراحه قريبا غيتسالى ما بقاش بزاف كيجي فيه 24 بياسه 6 6 6 الثمن ديالو فقط 450 درهم اذا اخوان ما نطولش عليكم جوج الحوايج غنذكر بهم اللي هما اللي هما هم الا تسالاو ما غاديش يعاودوا يرجعوا على مده طويله هي لاسبيغاتور كديروا 299 درهم لاسبيراتور الوحش ولا بروموسيون ديال هاد السيمانه هادي وهي الاير فراير لا ماك تاتش اللي غنديروا ليها فقط 690 درهم 690 درهم مرحبا بكم جو بروفيتو فيها ودمتم في رعايه الله لا ليفريزون كاينه المغرب كامل داخل كازا وخارج كازا كنحلوا السيمانه كامله من 10 الصباح حتى العشرة الليل مرحبا بكم كنتم مباشره من محلكم ميزة فتيحه